فوزي الذي يقول انا موجود. هذه كرة اختيار على النادي الاهلي وامكانية التصويب والتوزيع والراس سليمان والهدف الاول للنادي الاهلي. وليد سليمان يفاجئ الجميع بترويضة ولا احلى تصويبة يمينية تغالط الشباك الساحلية. نمبر وان القارة الافريقية في هذه اللحظات الكروية يأخذ أول أسبقية بوليد سليمان الفنان، هو المرعب للحراس والمدافعين في هذا الزمان. شوف الكرة كيف لعبت هل هنالك تسلل عبد الله الصعيد أم لا. زياد بوغتاس متدخل في أول مرة، سليمان على طول والكرة في الشباك. هدف لصفر للنادي الأهلي في توقيت 36 دقيقة لعب. هل هو خط الدفاع للنجم الرياضي الساحلي الذي لم يحصل الخروج في الوقت المناسب؟ وليد بأفضل أقدام يغالط الشباك الساحلية ويأتي للأهلي أول أسبقية.